السلام عليكم، اسمي حاج نور الدين مي قوان جيان، اسم لغة السينية مي قوان جيان، وأنا جئت من جمهورية الصينية الشعبية، وأنا خطاط الخطاط العربي، وأكتب خط العربي بأسلوب الصيني. الأرمالي هو الدمج اللغة العربية واللغة الصينية وفن العربي وفن الإسلام ومع بعض. هذا الشيء عظيم جدا، وكثير الناس يحب هذا الأشياء، وهذا الشيء الممتاز، وكذلك هذا للتراث الإسلامي الصيني. وأبرع الثلاثة أعمالي بثلاثة خط الشكل مختلفة، ويساعدهم إن شاء الله وإذا مزاد أو ببيع بهذا الشيء، يعني برع لهذا الأموال لبناء هذا المشروع العظيم. اسم ورقة يسمى اسم شوان، ورقة شوان. كثير ناس بإنجليزي يقولوا رايس بيبر، ناس يقولوا هكذا، يعني بصنعها بالقشر شجر تشينتان. هذا ورقة شوان إنتاج في الصين مكان خاص في مقاطع أنهوي وفي المحافظة جينشان، يعني هذا المكان، يعني هذا المحافظ ينتج ورقة شوان الخاص، تقريبا يوجد منذ 2000 سنة حتى الآن. هذا الورقة اليدوي، هذا الحبر، الحبر الصيني، الحبر الصيني هذا بعد كتابة يجفف السريع، لأن لازم نستعمل بحبر الصيني مع هذا ورقة شوان مع بعضه. هذا شيء يثبت، وبعد منذ كذا سنة، يعني مثلا كذا مئة سنة، هذا الحبر يعني لونه ما يغير، أسود غامق.